بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلا رسول الله، إلا محمد عليه الصلاة والسلام، ولا للمنتجات الفرنسية. تابعوا المقاطعة أيها المسلمون فإنها تأتي أكلها. جزاكم الله كل خير وكلل مقاطعتكم بالنجاح والنصر المبين بإذن الله. هذه حلقتنا رقم 44 من مجموعتنا الإخبارية سماشينج نويز، قناة 19، وهي تحمل لنا خبر تناقلته الصحف الصهيونية بالأمس بعد ما طلعت عليكم في الحلقة قرأتها أو يعني إجت لانتباهي بعد ما طلعت عليكم بالحلقة تبعت الأمس، الموجز الشهري اللي حطيت لكم في إحدى توقعاته، في إحدى التوقعات اللي إحنا منتظر فيها بأنه ننتظر خروج المملكة العربية السعودية من عباءة الإمارات. هذه خطوة، الخبر هذا يشكل خطوة في هذا الاتجاه. بقدرش أقول كما توقعت لحد الآن، ولكن هي خطوة لتثبيت توقعي واللي أنا حاطط له مدة زمنية قبل نهاية هذا العام، يعني قبل نهاية هذا الشهر، لأنه هذا الشهر آخر شهر في هذا العام. الخبر بيقول إنه السعودية توقف السماح، أصدرت قرار بعدم السماح لطائرات الكيان الصهيوني بالمرور فوق أراضيها باتجاه دبي. وهذا الخبر كان المفروض يجري التعامل فيه فورا، ولكن لما ببدأ أشرح معاكم أو أتابع معاكم تداعيات هذا الخبر من ضمن الفقرة صدى الصوت اللي هي ما وراء الخبر للي يجون أجداد، إحنا بنسمي ما وراء الخبر بنسميهوش ما وراء الخبر، بنسميه صدى الصوت لأنه قناتنا سماشينج نويز. ولكن سيبدأ العمل فيه بعد 4 أيام. الآن منيجي منقولكم ليش هذا الخبر، منروح لفقرة صدى الصوت على طول عشان نخلي الحلقة كويسة وموجزة وممتازة إن شاء الله بدون ما ننقصها حقها كالمعتاد. في لنبحث هذا الخبر ونبحث تداعياته أو دوافع القرار، وهي 4: الدوافع السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية الصحية. خلينا لندخل أو نحلل هذا الموضوع بطريقة صحيحة جدا ونابعة من أرض الواقع كما عودتكم دائما. فخلينا نستعرض إيش اللي حصل خلال 10 أيام، أو بلاش نقول أسبوع، خلال 10 أيام الماضية على أرض الواقع. شاهدنا إنه أول ما شاهدنا إنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عمل رحلة مكوكية في دول المنطقة، وبعدين فجأة بعد عدة أيام وجدنا إنه ما رجعش على الولايات المتحدة بعد آخر منطقة زارها اللي كانت أظن تركيا على سبة سياحية، مبين عاد من تركيا إلى السعودية، وجدناه في مدينة نيوم مع ولي العهد السعودي ابن سلمان. فجأة سمعنا انه نط لعندهم من
محسوبكم النتن الياهو، شفناه اللي هو معاهم. الآن هذه حطوها في التفكير حتى نقدر نحلل دوافع القرار أو تداعياته من جميع النواحي المذكورة على اللوحة هون. بعدين بعدها بشوي ما شفنا إلا إيش؟ كوشنر كمان بدأ بجولة في المنطقة. هاي كمان شغلة، يعني هذه حطوها في الحسبان حتى نقدر نعرف شو اللي حصل من كنتيجة لهذه اللقاءات وهذه الحركات أو الرحلات المكوكية لسياسيين معروفين. بعدين من ناحية ثانية بتلاقوا إنه في حجوزات ل40,000 سائح صهيوني، حجوزات مؤكدة للذهاب إلى دبي، وفي عندكم كمان شغلة واقعية إنه الكيان الصهيوني لا يزال يعاني من انتشار فيروس الكورونا، ولسه جديد قاعدين شوي شوي بفكوا الحظر وبيفتحوا شغلات، مش بالكامل بيفتحوا شغلات مهمة ثم أقل أهمية ثم أقل أهمية، شوي شوي قاعدين بيفتحوا فيها، بس لحد الآن ما أعلنوا إنه انقضوا على الفيروس كليا. شوف هاي العوامل كلها لازم تحطها في عين الحسبان لما بدك تعمل دراسة تحليلية صحيحة مبنية على أرض الواقع. وبعدين بتلاحظ إنه في 3 شركات طيران صهيونية ستبدأ من اليوم بمعدل رحلتين يوميا لكل منهما، بالمقابل، وقبل ما اقول بالمقابل خلينا اذكر لكم اياها، في عندكم اسرائيل هذه من صهيونية، وفي مش عارف واحدة ثانية شو اسمها زي معاليف ولا مش عارف ايش برضو صهيونية، كل منهما رحلتين في اليوم. وفي عندكم العال الطيران الرسمي للكيان الصهيوني. بالمقابل في عندكم فلاي دبي رحلتين يوميا بالعكس من دبي إلى مطار بن غوريون، وفي عندكم سيدخل كمان في الخدمة خطوط الإمارات، الخطوط الرسمية لدولة الإمارات. هاي صار عندكم 5، ولكن لحد الآن اللي ثبتت رحلتين في اليوم هي فلاي دبي، يعني خلينا نقول لحد الآن معدل 3 شركات طيران ب6 رحلات يوميا لصالح الكيان الصهيوني، مقابل شركة طيران واحدة معدل رحلتين في اليوم من الجهة الأخرى من جهة الإمارات. هذه كلها عوامل موجودة أنا ما حكيت لكم إياها، لأن هذا بتلاحظوا في منها كلها اجتمعت العوامل هاي اللي نقدر نحلل تداعيات هذا القرار أو دوافع هذا القرار فيما إذا نفذ ولم يمدد. الآن سمحوا لهم فقط ل4 أيام، بقول لكم ليش سمحوا لها، قلت لكم إنه كوشنر كان متواجد في المنطقة. فمندخل الآن في تحليل التداعيات أو دوافع القرار السياسية. الدافع السياسي كان
بأنه السعودية بدأت توجه تفكيرها واتجاه حكومتها المستقبلية لبناء على نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة، وهي عارفة إنه إذا تسلم بايدن وهاريس الحكم فهم مش من أنصار السلام الوهمي اللي بدأوا وفرضوا ترامب على المنطقة، هم من دواعي حل الدولتين، وبعرفوا كمان انه هم لن يجنحوا الى التطبيع، وبدأوا شيئا فشيئا يمشوا على نفس سياسة بايدن هاريس المتوقعة، ألا وهو حل الدولتين، فبدأوا يتشبثوا بمطالبهم بأن السلام مع الكيان الصهيوني يجب أن يقوم على مبادرة الأمير عبد الله في أوائل هذا القرن، أظن 2002، المبادرة العربية لما كان أمير قبل ما يكون ملك، كان ولي العهد للملك فهد في هذاك الوقت، فبدأوا يتشبثوا في هذه المطالب بناء على التغيرات التي ستجري أو يتوقعوا بأنها ستجري في الولايات المتحدة. مجيء كوشنر إلى المنطقة ضغطوا عليه الكيان الصهيوني إنه يقنع القائمين على صناعة القرار في السعودية، لأنه القرار هذا طلع من الملك سلمان مباشرة بأنه فيش طائرات صهيونية تمر فوق أراضيهم بأي اتجاه، مش بس عشان دبي. فهنا يجي الضغط أثناء تواجد كوشنر على صانعي القرار في السعودية بأنه على الأقل اسمحوا الأربع أيام ليخلصوا الأشياء اللي صارت مجدولة للبدء بهاي الرحلات. فمن الناحية السياسية أول خروج عن طاعة ومن عباءة الإمارات هو هذا القرار بالذات، هي أول خروج. هنا صار في بوادر أو مؤشرات بأنه السعودية استيقظت أخيرا ولن تتبع ولن تكون تابعة لأي أحد في المنطقة، على الأقل في المنطقة. وهذا هو الدور اللي عرفناه عن السعودية طوال العقود الماضية، ولكن إجى الضغط من قبل هاي تواجد كوشنر، عرفنا إنه خدم مصلحة واحدة، إنه ضغط على صناع القرار في السعودية على الأقل للسماح بالطائرات لمدة 4 أيام، وحتى كمان يبثوا فيها أكثر فأكثر ويشوفوا إذا ممكن يخلوها. فيعني لحد الآن هذا القرار، عشان هيك أنا متحفظ شوي إنه أقول خرجت من عباءة الإمارات، لأنه لنشوف النتيجة بعد 4 أيام إذا بمددوا أو بعملوا قرار نهائي. من ناحية سياسية أخرى،
إذا بدنا نقعد نستعمل، وأنا لا أستعمل يعني نظرية المؤامرة، ولكن لنفرض على سبيل يعني بس إنه ما نتركش أي احتمال إلا ونتعرض له. لنفرض إنه الإمارات أدركت بأن ما عملته مع الكيان الصهيوني هو خطأ، وسيأتي عليها بالدمار، وهذه حقيقة. التطبيع سيأتي على الإمارات، بديش أظني أقول عنها العبرية والصهيونية، خلاص بكتفي بالإمارات، خلاص أنتوا كملوها زي ما بدكم. بدأت تدرك الإمارات بأنه كان خطأ، أو بدأت تثبت نظريتي، مش نظريتي، معلوماتي، بأنه انفرض السلام الوهمي عليهم بدون ما كانوا يعرفوا عنه أي شيء، لا هم ولا الكيان الصهيوني. انفرض على الجهتين، على النتن وعلى الإمارات من قبل ترامب، لأنه هذه كانت خطته، بدوش يخلي مجال للكيان الصهيوني يظل يكذب على العالم بأنه عنده أعداء وهميين، وهم مش أعداء. كشفهم يعني، على الأقل لو ذهب ترامب بدنا نشكره على إنه كشف الأقنعة عن جميع المزيفين في المنطقة، وكشفهم على حقيقتهم. ولو ضل، وإن شاء الله يضل كمان 4 سنين، بقضي عليهم، لأنه حكيت لكم إنه السلام هو العدو الرئيسي لبقاء الكيان الصهيوني. بحبوش السلام، بقدروش عليه أصلا، لأنه السلام يفتتهم من الداخل ويفتت طوائفهم، فلما قدروش يفكروا فيه العرب كيف يفتتوا الكيان من الداخل، فكر فيه الرئيس ترامب وبدأ بالفعل بتفكيكهم من الداخل، طلعوا عليهم مضطربين. أنا بقولكم، نسيت امبارح كمان أحط كمان توقع، بأنه أنا بتوقع إنه كان من المفروض إنه الحكومة الصهيونية تحل في هذا الأسبوع أو قبل أسبوعين بعد الانتخابات فورا، كان يجب أن تحل، وخصوصا لو ثبت بأن ترامب الباقي. ولكن أكم مرة أنا حكيت لكم إنه كل ما يجي رئيس ديمقراطي دائما الكيان بفك الحكومة تبعته، وبيعمل انتخابات مبكرة، وبيجيب النتن عطول لرئاسة الوزراء، عشان هو الوحيد اللي بيعرف يراوغ الديمقراطيين والرئيس، وأي رئيس ديمقراطي بيجي للولايات المتحدة. فالآن لاحظوا إنه كان المفروض يفكوا، وقاعدين يفكوا الحكومة ويعلنوا عن انتخابات مبكرة، والاثنين لا جانتس الالترنت برايم مينستر او رئيس الوزراء البديل اللي لازم ياخذ الحكم للسنتين القادمات اعتبارا من نوفمبر 2021، يكمل ال4 سنين. لا جانس وزير الدفاع كمان الان هو قابل يقدم تنازلات على موضوع الميزانية، ولا نتنياهو قابل يقدم تنازلات على موضوع الميزانية. ففي هاي الحالة ايش لازم يصير؟ لازم تنفك الحكومة ويعلنوا عن انتخابات مبكرة جديدة، بتصير الرابعة في خلال أقل من سنتين. ولكن المحللين الصهاينة يطلبوا من الجهتين، بما انه بايدن جاي، ما تسووش اي شيء، خلوا كل شيء ماشي، لانه هيك هيك لو بدنا نفك الحكومة هاي، لا جانس راح يعرف يسوي ائتلاف، وخسر جدا، خسر لموقفه الضعيف، خسر كل أتباعه واللي صوتوا له في الانتخابات الماضية، ومش راح يحصل على أي شيء،
وإذا صارت انتخابات ممكن كمان النتن ما يحصلش على أصوات كفاية لتشكيل الحكومة. فهنا بدخلوا في نفق عميق ما لهش ضوء في الأخير. ولكن الآن بطلبوا بما أنه جاي رئيس ديمقراطي خلوا المراوغ الكبير النتن عشان هو اللي الوحيد الموجود على الساحة الصهيونية اللي بيعرف كيف يراوغ بايدن وهاريس أو أي رئيس ديمقراطي بيجي للولايات المتحدة. بتصدقونيش ارجعوا للستة وتسعين وشوفوا مين كان الرئيس، مين هو رئيس الولايات المتحدة ومين كان رئيس وزرائهم، وارجعوا من سنة 2009 للآن مين رئيس وزرائهم. من 2009 من لما اجى اوباما، اوباما ايش هو؟ ديمقراطي على طول، فكوا الحكومة في 2008 لما عرفوا نتائج انتخابات، فكوا الحكومة وعملوا انتخابات مبكرة وعاودوا انتخبوا النتن وظلوا هو لحد الآن. ولما اجى ترامب فكروا جمهوري، كانوا بدهم يعملوا انتخابات جديدة، ولكن لما شافوا توجه ترامب بأنه بده يحل المشكلة الفلسطينية عاود جابها على وجه على الوجه واعطاها أهمية قوية جدا، فأبقوا عن نتن لأنه ترامب إجا من تكت جمهوري ولكن عقليته ديمقراطية، فأبقوا على نتنياهو. هذه الحقيقة. هذه من ناحية سياسية تداعيات هذا القرار، إنه الآن التفكير بدأ يتجه فيما لو ثبتت نتائج الانتخابات الأمريكية بأنها ستكون لصالح بايدن وهاريس، فبدأ الآن تغيير التفكير السياسي لدى السعودية. وإذا ثبت بايدن لازم يصير هذا التغيير في التفكير في 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 مجرى السياسة السعودي حتى يتماشى مع النظام الديمقراطي ومع الحزب الديمقراطي. وفي هذه الحالة دور MBZ اللي هو بن زايد سينتهي من ناحية القوة اللي كانت عنده في تصرفاته أو في طريقة أو إيجاد تعامله مع ترامب، راح تتغير. ولما تتغير يجب أن تخرج من عباءة الإمارات وتتجه باتجاهها الخاص، واللي بده يلحقها لازم يلحقها، يلحق توجهات السعودية. هذه التغيرات الجديدة اللي راح تحصل فيما إذا ثبت وتثبت بايدن في الحكم. وكوشنر زيارته الآن عرفنا ليش، من أرض الواقع للتباحث في هذه الأمور والتباحث لخطوات مستقبلية، بعدين بشرح لكم إياها بفيديو ثاني. ولكن إحدى نتائجه أنه ضغط على صناع القرار في السعودية للسماح بالطائرات على الأقل لمدة 4 أيام أنها تطير فوق الأجواء السعودية في اتجاهها لدبي. بنيجي للتداعيات الاقتصادية. إذا بدنا نيجي نقول إنه بجوز الإمارات، أنا بديت أحكي في هذا ونسيت وطلعت عن الموضوع، هذه إلى علاقة بين سياسية واقتصادية. إذا الإمارات فعلا اكتشفت بهذه الغلطة بأنه كانت غلطة موضوع التطبيع في الوقت الحالي، وأنا راح ترجع عليها بازدهار اقتصادي نهائي، ولو انه الان موجود 40,000 ما يدعى بسائح حاجزين
ليذهبوا إلى الإمارات العربية كسياحة، هم مش رايحين يذهبوا لسياحة. أنا بشارككم إنه 70% من السواح هدول راح يكونوا فيميل نوت ميل، بدهم ينشئوا وينهضوا بأعمال أخرى، وأنا لا أحب الخوض فيها نهائي في الإمارات العربية. بعد ما الكوفيد تخلص من جميع الأوروبيين الشرقيين من دولة الإمارات، أول شغلة لهم بدهم لازم ينشروا الدعارة في الإمارات، هذه واحدة. بعدين 40,000 وكلهم حازين على الطيران الصهيوني، مش حازين على طيران فلاي دبي، فهون صار في خلل. فممكن هون انه الامارات طلبت من السعودية تعمل هذا القرار، انه تقول انها بدهاش تسمح للطيران يمر لانه في خلل اقتصادي، لأنه كل السواح اللي بدهم يجوا من الدولة الصهيونية هدول ما بحبوش اللي يجوا على، ولا بيأمنوا يطلعوا على أي طائرات طالما في طائراتهم في عليها أو طائراتهم تذهب إلى هذا المكان. وين ما تكون وجهتهم يعني بتلاقي اليهود أو الصهاينة السكان الغير شرعيين الغير قانونيين على أرضنا المحتلة فلسطين، لما بدهم يسافروا على أمريكا بفضلوا يسافروا على طائراتهم، بيجوش على الطائرات الثانية. نادر لتلاقي ناس في حالة، فقط في حالة عدم وجود أماكن على طائراتهم وتكون رحلة الشخص مهمة جدا لازم يطلع في ذلك اليوم وما لقاش على طائراته، ممكن في هاي الحالة يأخذ طائرة فرنسية ولا طائرة أمريكية ولا كذا ليجي للولايات المتحدة ولا يسافر لأوروبا. إنما هدول بحبوش يسافروا إلا على طائراته. فقديش بدك تأخذ من الكيان الصهيوني إلى الإمارات، وقديش بده يجي من الإمارات إلى الكيان الصهيوني؟ الإماراتيين معظمهم أو معظم من يقطن في الإمارات لحد الآن كشعوب وكإنديفيدوالز أفراد مش مطمنين إنه يبدو هالهرولة هاي عطول. الحكومة بتهرول تهرول، ولكن الآن بدأوا مبين يفكروا بالعواقب الاقتصادية، أنا مش بصالحهم. بعدين في شغلة تانية من ناحية اقتصادية يتميز فيها اليهود. اليهود لما بيسافروا، وخصوصا اليهود يعني اللي بيمشوا التوراتيين، خلينا نقول الالترا اورثودوكس والاورثودوكس، ومع انه مش مبين لحد الان انه هذول من اللي المهرولين الاوائل ليروحوا يزوروا ولا يعملوا سياحة في دبي ولا في أي منطقة في دولة الإمارات، مش مبين إنه هذول، مبين إنه معظمهم اللي جايين الملحدين والعلمانيين واللي لا يكترثوا للديانة اليهودية نهائيا، ولكن هم يتظاهروا بأنهم يهود. فهذول بهم هم مش بروحوا، هدول ممكن تستفيد منهم من ناحية الفنادق والمطاعم وبصرفوا شوي. لكن إذا كان حتى يهودي ولكن مش أرثوذكس ولا ألترا أرثوذكس، ولكن يهودي يلتزم بالسبت أو بالسبت، هدول عادة بيجيبوا أكلهم معاهم، بتكون معاهم شنتتين، شنطة مليانة أكل من الكوشر تبعهم، ولا يثق في أي أحد، والشنطة الثانية بتكون ملابسهم
هذا ده عنده ملابس يغيروها. فمش رايحين يستفيدوا كثير من صرفهم على المأكولات وعلى أي شيء أو ذهابهم للمطاعم، لأنه أكلهم معهم. وبعدين يعني بإجمالا اليهودي مش صريف زي ما العربي صريف أثناء السياحة، لكن هاي البعثة الأولى 40,000 70% منها لبدء نشر الدعارة في الإمارات، و30% الباقيات كلهم بدهم يبحثوا أمور عمل، بدهم يشوفوا إذا في فرص عمل في دبي، وخصوصا الناس اللي قاربوا على الانهيار تماما، وبجوز معاهم آخر 1,000-2,000 دولار ولا كذا، بقول لك منروح بلكي لقينا عمل هناك، عمل أو لقينا فرصة عمل. وبعضهم خلينا نقول هدول 70 و29% و1% رجال أعمال بدهم يحاولوا يشوفوا ويعملوا شراكة عمل. بس لكن 29% من هذول رايحين يبحثوا عن عمل، لأن ما فيش عندهم عمل في الكيان الصهيوني. فهذه راح ترجع عليهم بكارثة رهيبة لا دبي ودولة الإمارات. وكمان أنا سبق وحكيت لكم في إحدى حلقاتي السابقة بأنه الإمارات أكبر خاسر في عملية التطبيع لسبب واحد وحكيت لكم إياه، إنه الآن الصهاينة بإمكانهم يشتروا أراضي ويفتحوا مكاتب على أراضيهم ويشتروا عمارات ويشتروا عقار في دبي، ولكن العرب ولا أي عربي بما فيهم ولا أي جنسية متواجدة في الإمارات الآن، والجنسيات كثر، لا يستطيع رجال الأعمال الإماراتيين أو من يتغطى تحت فيزهم وتحت يعني نظامهم، ونظام يعني بده حلقة لحالة كيف نظام الإقامة وما الإقامة وكذا وكل الشغلات حكي فاضي، لا يستطيع أحد من هؤلاء بأن يمتلك أي أرض أو يشتري أي أرض في الجهة المقابلة. ليش؟ لأنه لسه إذا بتتذكروا هذا الفريز بستعمله كثير، هذه العبارة The claims are not final، يعني الأراضي لا تعود للاحتلال نهائيا، لا تعود للمستوطنين نهائيا، كلها موضوعة بمثابة تراست تحت تصرف الحكومة المحتلة، تحت تصرف الاحتلال، لا يحق له أن يبيعها حتى لمواطنيه ولا للمستوطنين القادمين واللي بيدعوا أنه هذه أراضيهم. فيش شيء اسمه أراضيهم، كل هذه بلبلة إعلامية وبروباغندا إعلامية قوية، ولكن لا أحد يستطيع أن يشتري أي أرض داخل فلسطين المحتلة، لأنه لسه فيها كوشانات موجودة، الكوشانات ما ضاعتش، أو 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 الكوشنات أو ملكيات الأراضي جميع على جميع أرض فلسطين لحد الآن ملاكها موجودين، ولحد الآن هذه ملكيات الأراضي اللي احنا نسميها طابو أو كوشان لحد الآن موجودة، حدا لازم يشتريها أو
اللي ماسكها له حق يرجع تحت الظروف الصحيحة، وبعدين بس يرجع زي ما احنا الآن في أمريكا. هذا بدنا بنبيع البيت تبعنا، بنشتري بيت أكبر، بنشتري بيت أصغر، بنشتري بيت أحلى، بنشتري، بس بتشتري في تايتل. وهذا التايتل الأمريكي لحد الآن تشتري عليه تأمين، لأنه بتخاف حدا من بريطانيا أو حدا من الهنود الحمر يطلع لك فيهم الأيام يدق على الباب يقول لك هذه الأرض إلي وهي الكوشان. بس اشتروا جميع الأراضي، البيض والأنجلو ساكسونز والمهاجرين الأوائل اللي إجوا على هذه البلد وهاجروا عليها اشتروا الأراضي، ما اغتصبوهاش، رادوا الهنود وأعطوهم حقوقهم، ولحد الآن بيدفعوا لهم حقوقهم لحد الآن، وأعطوهم كمان أراضيهم، خلوهم يختاروا الأراضي اللي بدهم إياها، اسمها ريزرفيشنز، المحميات هذه لهم. وفوق هذا باخذوا مبلغ وقدره كل شهر من الحكومة الفيدرالية الأمريكية كتعويض على هاي الأراضي حتى ما يطالبوا فيها، وفي معاهدة وانتهت، صار end of all claims. وهذا اللي حطيت لكم إياه في رابط في أحد حلقات السابقة، إنه اسمعوا للمحللين الصهاينة كيف إنهم بيقولوا، ومنقدرش نحصل على سلام كامل لحد ما ننهي جميع المطالبات، end of all claims. هذا مصطلح انجليزي، end all claims. end all claims اما حق العودة او التعويض. وشراء، شو التعويض؟ شراء الكوشنات اللي معانا كشعب فلسطيني، وأينما كنا، في الشتات، في الداخل، في الخارج، وين ما كان. فهي هذا العجز الاقتصادي أو المصيبة الاقتصادية اللي راح تنتج عن التطبيع، واللي بتحاول الآن بجوز الإمارات تتراجع عنها، بس إيش قاعدة الآن صارت هي اللي تترجى السعودية، طالعين من هالمأزق. وهذا اللي انا بعتقد اللي قاعد بيصير. ولما تبدا الامارات تطلب من السعوديه مساعده باخراجها من المازق، فتعود السعوديه الى قياده المنطقه وقياده الخليج وقياده، على الاقل يعني تصبح في موقع قيادي، عمرها ما كانت تبع لاي انسان، خصوصا في هذيك المنطقه، هي تكون تابع لدبي ولحكام دبي. شغله بتدخلش في عقل. بنيجي للناحيه الامنيه، شو صار كمان؟ بعرفش اذا حكيت لكم اياه ولا لا. راح كوشنر مؤخرا، قبله سبقه بومبيو، اجتماع بومبيو النتن مع بن سلمان. ونسيت اقولكم انه كمان حدث اغتيال العالم الذري الإيراني محسن فخري زادة. فهذا الآن، وبدأ الكلام عن هذا الموضوع بأنه الخوف إنه إذا إيران بدها تعمل أي رد على هذا الاغتيال، ممكن إنها تسقط إحدى الطائرات الصهيونية فوق الأراضي السعودية. شو بدنا في هالبلعات؟ وشو بدها السعودية في هالبلد؟ فمن ناحية أمنية، كل ما قدرت أي دولة خليجية ما تعطيش أي مجال أو أي ذريعة لا إيران بأنها تضرب أهداف غير أهداف خليجية، أهداف خارجية، يعني قواعد أمريكية، طائرات أمريكية، طائرات صهيونية، أو تضرب مصالح صهيونية أمريكية بريطانية مشتركة، الله بعلم. فكل ما
استطاعت أي دولة من دول الخليج ما تعطيش إيران الذريعة إنها تضرب على أراضيها وتضرب أهداف خارجية، فورين يعني، إحنا نقول عنها فورين أوبجيكتس، فأفضل لها. فمن ناحية أمنية نقول إنه هذا القرار بيكون قرار حكيم إذا ثبت بعد 4 أيام. نيجي للناحية الاجتماعية والصحية، لحد الآن ما أعلنتش دولة الكيان إنه كوفيد انتهى عندها، ولساتها طالعة من لاك أوت، من لاك داون، أو يعني من عزل وحجر صحي، وشوي شوي قاعدة بتطلع. طيب قاعدين تستقبلوا، بدكم تستقبلوا 40,000 سائح من الدولة، من دولة الكيان. أنا بقول وبنصح جميع رعايا الدول اللي لحد الآن مسموح لها تروح تزور دبي أو تدخل دولة الإمارات، إنهم ما حدش من رعاياها يروح، لأنه هذا نشر رهيب جدا. هذه سوبر، إحنا نسميها سوبر سبريدر إيفنت، سوبر سبريدر إيفنت، يعني هذه هي الفعل الضخم اللي سيعمل على نشر الوباء في دولة الإمارات. وأي دولة أو أي رعاية أي دولة بيروحوا على الإمارات في هذا الـ في هذا الـ في هذه الأيام، وأثناء تواجد 40,000 سائح صهيوني في دولة الإمارات، 1000% رايحين يرجعوا، مش بس بكوفيد وكورونا، رايحين يرجعوا بعشرات الأمراض. من ناحية اجتماعية هذول رايحين، أول 40,000 رايحين يثبتوا أمورهم زي ما حكيت لكم بإعادة نشر الدعارة في الإمارات بعد ما قضى عليها كوفيد. فيلا إذا بتحبوا تروحوا لدبي، ولا بتكوش تروحوا، هم بدهم يجيبوا الصهاينة إلى دبي، لأنه عارفين إنه معظم رعايا الشعوب العربية الأخرى والمجاورة مش رايحين يسترجوا، أو ما فيش عندهم الرغبة للتطبيع والهرولة للتطبيع على مستوى شعبي، فمش رايحين يروحوا على الكيان الصهيوني وعلى فلسطين المحتلة. بقول لك نجيب فلسطين المحتلة لعنا وخليهم عاودوا يرجعوا لعنا. يلا تفضلوا وثقوا تماما، ترجعوا ب10 أمراض، بديش أعددها الآن، بعددها بحلقة ثانية، خليني أخلص من الحلقة، طولت معي. إن شاء الله تكون هذه الخطوة الأولى لخروج السعودية من عباءة الإمارات، وهذا مطلب يعني في عقلي من شهر 7، وتوقع مش بس مطلب، وتوقع، ويجب أن يحدث، ويجب أن يفك ويتفكفك ويتفتفت الحلف الزائف الذي يسمي نفسه حلف المقاطعة، واللي بيقاطع أخوه الله يقطع. ارجعوا لرشدكم، وأنا في يعني توقعي إذا انهار التحالف وهي بدأ الانهيار، العلاقات ما بين الإمارات ومصر في الحضيض الآن، والسعودية انتبهت لنفسها وبدأت الآن تعمل على الخروج من عباءة الإمارات، وستجد الإمارات نفسها وابن زايد سيجد نفسه قريبا جدا وقبل نهاية هذا العام منعزل تماما. هو اللي راح ينعزل، اللي حاول يعزل ويحاصر راح يلاقي حاله معزول ومرمي نهائيا حتى من جيرانه. يلا توكلوا على الله، وهذا اللي راح يصير بإذن الله.
وهذا إن شاء الله في يوم من الأيام بطلع بحلقة قصيرة 5 دقائق أقول لكم كما توقع خرجت السعودية من عباءة الإمارات وانعزلت الإمارات وانتهى حلف المقاطعة وانتهى نهائي إلى مزبلة التاريخ. وحتى نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله ومشيئته، حلقة قيمة وكويسة إن شاء الله، نستودعكم الله.